توكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. رواه مسلم. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. متفق عليه. وفي رواية لمسلم لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. رواه الترمذي وقال حديث حسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون، فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر. رواه البخاري. ورواه مسلم من رواية عائشة. وفي روايتهما قال ابن وهب محدثون أي ملهمون. عن عروة بن الزبير أن سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل رضي الله عنه خاصمته أروى بنت أوس إلى مروان بن الحكم، وادعت أنه أخذ شيئا من أرضها، فقال سعيد أنا كنت آخذ شيئا من أرضها بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى 7 أرضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بمعناه، وأنه رآها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد. وأنها مرت على بئر في الدار التي خاصمته فيها فوقعت فيها، وكانت قبرها. عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: شكا أهل الكوفة سعدا، يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه، إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعزل واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. فقال: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها، أصلي صلاتي العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة، فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، فقال: أما إذا نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وكان بعد ذلك إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن. متفق عليه. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذن نكثر؟ قال: الله أكثر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ورواه الحاكم من رواية أبي سعيد وزاد فيه: أو يدخر له من الأجر مثلها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. متفق عليه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما حضرت أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا. فأصبحنا فكان أول قتيل، ودفنت معه آخر في قبره، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر، فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه، فجعلته في قبر على حدة. رواه البخاري. عن أبي محمد عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة: من كان عنده طعام 2 فليذهب بـ3، ومن كان عنده طعام 4 فليذهب بـ5 بـ6، أو كما قال. وأن أبا بكر رضي الله عنه جاء بـ3 وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بـ10، وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صلى العشاء ثم رجع، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت امرأته: ما حبسك عن أضيافك؟ قال: أوما عشيتهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء، وقد عرضوا عليهم. قال: فذهبت أنا فاختبأت،
فقال يا غنثر، فجدع وسب وقال كلوا لا هنيئا، والله لا أطعمه أبدا. قال وأيم الله، ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا، وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر فقال لامرأته يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه، ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عهد. فمضى الأجل فتفرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون. متفق عليه. عن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، يا من أرسلك الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نشهد أنك يا رسول الله قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في سبيل الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، فصلاة ربي وسلامه عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، وجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جاز عبدا من خلقه وخير ما جاز نبيا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا ونبينا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوة الإيمان في كل مكان، ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، وقد رفع الأذان بصوت المؤذن عبد الرحمن بن عبد الإله خاشقجي. أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين صالح الأعمال. إخوة الإيمان، أحبتنا في الله، ها هم زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في منظر مهيب، منظر عظيم يظهر لنا مدى عظمة هذا الدين وإجلاله. فها نحن وإياكم أحبتنا في الله نرى هذه الجموع الكبيرة المتوافدة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أتت من كل فج عميق. وبالرغم من اختلاف ألوانهم وأعراقهم وألسنتهم، إلا أنهم جاءوا مقبلون على الله سبحانه وتعالى في خضوع وخشوع، يدعون ربا واحدا ويستقبلون قبلة واحدة، ويدعون بلسان واحد، يدعون ربا رحيما غفورا عفوا، يلجؤون إليه بالدعاء وينحون عليه. وقد جاءوا من أماكن بعيدة، تاركين الراحة والنعيم والأهل والولد، راغبين في عفو رب العباد ورحمته. فاللهم برحمتك وعفوك اغفر لنا ولهم الذنوب، وكفر عنا وعنهم السيئات،
وارحمنا ووالدينا وإخواننا وأخواتنا وذرياتنا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. أنت قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. فيا ربي هذا الدعاء وبكرمك ولطفك ورحمتك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اكرم ضيوف بيتك بذنب مغفور وحج مقبول وعمل متقبل مشكور برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إخوة الإيمان، أحبتنا في الله، نعيش معكم لحظات إيمانية خاشعة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جوار روضة من رياض الجنة، في بقعة من أطهر البقاع على وجه الأرض. كيف لا وقد وطأها خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين. ومن هذا المكان الطاهر المبارك نعيش معكم مواقف عاشها رجال تربوا وتعلموا على يد سيد البشر أجمعين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فنهلوا من معين النبوة وتشربوا الدين حتى انعكس على حياتهم وسلوكهم وتصرفاتهم. فأكرم بهم من متعلمين وأكرم به من معلم. إخوة الإيمان، أحبتنا في الله، ها هم عباد الرحمن يشغلون أوقات فراغهم لإقامة صلاة المغرب بالأعمال المقبولة إلى الله سبحانه وتعالى من دعاء وذكر وتسبيح وصلاة. هذه الأعمال في هذا الوقت المبارك الفضيل الذي لا ترد فيه الدعاء بإذن الله سبحانه وتعالى، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. وقوله صلوات ربي وسلامه عليه: إذا نادى المنادي فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. فلنحرص أحبتنا في الله في هذا الوقت المبارك الفضيل أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نرفع إليه أكف الضراعة خاشعين متذللين. فإن الله سبحانه وتعالى لا يخيب رجاء من طلبه، ولا يرد من رفع إليه كفيه صفرا. فنسألك اللهم يا حي يا قيوم أن ترحمنا وتغفر لنا ولوالدينا ولذرياتنا أجمعين، إنك أنت السميع العليم. منظر يجمع عباد الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إخوة متحابين في الله لا فرق بينهم إلا بالتقوى، فلا فرق بين عربي ولا أعجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. ها هم عباد الرحمن يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى طالبين العفو والعافية والستر في الدنيا والآخرة. فيا الله لا تردهم عن بابك محرومين برحمتك يا أرحم الراحمين.
الإيمان أحبتنا في الله، لحظات وتقام صلاة المغرب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، اعتدلوا، استووا. الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر، الله أكبر.
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهكذا إخوة الإيمان في كل مكان، سعدنا بمتابعتكم لنا في نقل حي وعلى الهواء مباشرة لشعائر صلاة المغرب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أما جموع المصلين فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ عبد الله البعيجان. أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين صالح الأعمال. وفي الختام أحبتنا في الله، أنقل لكم أجمل التحايا من مخرج هذا اللقاء الأستاذ علي بن صالح الردادي، ومن كافة الزملاء في استوديو قناة السنة النبوية المشاركين في هذا النقل. ولكم أحبتي في الله أجمل وأرق تحية مني محدثكم فهد بن محمد الفائز. أخوة الإيمان في كل مكان، وحتى نلتقي بكم في نقل جديد من هنا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبي الله أجمعين، محمد بن عبد الله، خليل الله، نبي الله، قائد الغر المحجلين، انتقل إلى هذه المدينة الطيبة، إلى المدينة المنورة، مهاجرا من مكة المكرمة بعد أن ساقه الله عز وجل وأمره بالهجرة إلى هذه الأرض المباركة، إلى هذه الأرض الطيبة، بعد أن كانت يثرب فأصبحت بقدومه المدينة المنورة، أرض الرسالة، أرض المحبة، انتشار الدعوة الإسلامية، هذه الرسالة العظيمة التي كانت نواتها مكة المكرمة، وانتشرت أرجاؤها في الأرض كافة، في أنحاء المعمورة، بعد أن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، فدخل عباد الله في دين الله، وانتشر دين الله في أنحاء المعمورة بجهود هذا النبي العظيم وجهود أصحابه رضوان الله عليهم، الذين وقفوا معه في رسالته ملبين نداء الله، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. نعم، إنها الرسالة العظيمة، الرسالة المحمدية التي حمل لواءها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت بهذه الأركان العظيمة والتي لا يحسن إسلام المرء إلا بهذه الأركان: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. وها هو هذا الركن العظيم، وهذه الشعيرة العظيمة، وعباد الله يلبون نداء الله بإقامة هذا الركن العظيم. بل إن شهرا من شهور العام، شهر سمي بشهر ذي الحجة، هذا الشهر العظيم، وهو من الأشهر الحرم، وها نحن في هذه الأيام العظيمة نعيش أعظم أيام العام، هذه الأيام وهذه الليالي المباركة والتي
أقسم الله عز وجل بها. والفجر وليال عشر، إنها عشر أيام ذي الحجة، هذه الأيام المباركة التي يتسابق إليها عباد الله بالأعمال الصالحة، أعمال لا يجني منها عبد مسلم إلا رضا الله سبحانه وتعالى، يتسابقون إليه لنيل الأجر والفضل. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ما أعظم هذه الأيام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بهذه الأحاديث المباركة عن عظمتها. روي عن الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام أعظم ولا أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل.